ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. معانا النهارده موضوع مستفز جديد من المواضيع المستفزة والمواقف والطرائف اللي انا دايما بدور عليها وبجيبها. يعني في ناس كتير اتكلمت عن الموضوع ده، لكن انا حابب اتناول الموضوع ده بطريقة مختلفة او من زاوية مختلفة شوية. يعني هيقولوا في فيلم دوكيومنتري وثائقي معمول، هو زي ريبورتاج كده، يعني زي تقرير معمول عن السياحة في الجزائر. والحقيقة ان هم تقريبا اللي عاملين الفيلم ده جابوا واحد قالوا له انت هتضحك على الناس وتقول ان انت امريكي وتتكلم انجليش، طبعا الانجليش بتاعه مش امريكي خالص، مفيش امريكي بيتكلم انجليش كده، وهتقول الناس انك انت امريكي، فعشان نقنع الناس انه مش احنا اللي بنقول ان السياحة في الجزائر هي افضل سياحة في العالم تقريبا، يعني احسن من المغرب واحسن من مصر واحسن من اوروبا، تبقى افضل سياحة في العالم. هم قالوا كده في الفيلم يعني، او الراجل ده قال كده. فتقريبا هم جابوه اتفقوا معاه، معرفش ادوا له ايه ولا اتفقوا معاه على ايه، وقالوا له انت هتطلع تقول في الفيلم ده ان انت امريكي عشان الناس بقى ايه تاخد على كلامك، يعني قال يعني عشان انت مش جزائري، وهتقول انه السياحة في الجزائر افضل من المغرب ومن مصر ومن اوروبا. فيلم موجود على اليوتيوب، تقدروا تدوروا عليه وتجيبوه. احيانا بتساءل، هو ليه دايما اي تقرير او اي حاجة مثلا جزائرية للترويجية للسياحة او للاعلام او للتراث او اي حاجة، دايما بتلاقي اسم المغرب واسم مصر محطوط في النص؟ يعني دايما تلاقي اسم، وبعدين يجي يقولك ايه في التعليقات، احنا بنهزر. فاكرين فيلم هاني رمزي بتاع غبي منه فيه؟ قالوا يا عم ده انا بهزر لما يتزنق، فيقول لك احنا بنهزر. يعني ايه بتهزر يا كابتن؟ يعني طيب خلاص، انا بكره الصبح هعمل فيديو وتقرير اقول فيه ان كل حاجه في الجزائر اصلا مصريه، وهقول ان كل حاجه في الجزائر اصلا مغربيه، وهقول ان كل حاجه في المغرب ومصر احسن من الجزائر، وهقول كده كتير جدا. وبعدين اجي اقول لك، يعني مثلا هطلع اقول لك ايه الجزائر على الخريطه واشاور عليها كده اقول ايه دي اصلا بقى مصر والمغرب، فانت تيجي تقول لي ايه عامل انت بتقوله ده؟ طبيعي هتقول لي كده، فانا اقول لك ده انا بهزر. هعمل معاك كده بالظبط. هم بيعملوا كده، يدخلوا في التعليقات لما انت تزنقهم وتقول له يا ابني الصحافه دي بتكذب، يقول لك احنا بنهزر. التصويت ده يا ابني ازاي بيدي ان الاهرامات هي بلد ان الجزائر بلد الاهرامات؟ يقول لك اصل احنا بنهزر. ما علينا، المهم انه الراجل ده صور تقرير عشان ما اطولش عليكم، يعني وهو بيقول انه صحفي امريكي، وان زي ما قلت لكم انه الجزائر احسن، هو بعد ما زار الجزائر يعني اكتشف انه الجزائر سياحيا افضل من المغرب، وبالاسم افضل من المغرب ومصر واوروبا. اوكي، يعني مش عارف، يعني المغرب فيها مدينة مثلا، يعني ده هي المغرب كلها معروف انها سياحية، المغرب بلد سياحية عظيمة عملاقة في السياحة، وعندها مدن اخدت مرتبات عالمية في السياحة زي مراكش مثلا، فانت تيجي تقولي، ومدن تانية على فكرة، فانت تيجي تقولي انه انت احسن من المغرب في السياحة الجزائر، يعني برضو مصر تيجي تقولي انه انت احسن من مصر في السياحة، مصر اللي فيها تلت اثار العالم، انت شايف ان انت احسن منها في السياحة، ماشي. فالراجل الامريكي اللي مش امريكي ده، الراجل الامريكي اللي هم فاكرين ان هم يقولوا لنا انه امريكا احنا هنصدق كلامه، يعني قال اول حاجة بقى، بصوا المميزات، قال لك اصل الناس وانت ماشي في الشارع بتشدك عشان تدخل تاكل معاهم لما يكتشفوا ان انت سائح. هو ده على فكرة موقف شخصي عادي جدا، 80 مليون، اي مليون، 8000 مليار حد هيعملوا معاك في اي حتة في العالم. يعني لو رحت المغرب ومشيت كده في الشارع وقلت انك سايح، يا 100 مليون واحد هياخدك ويشدك ويقول لك تعالى كل معانا وتعالى اقعد معانا واهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك يعني الكلام ده هيتقال في المغرب طول ما انت ماشي، ده اتقال لي طول ما انا ماشي في الشارع، اتقال لنا عن تجربة شخصية. نفس الكلام في مصر، انت لو سايح شوف الناس في المصريين بيتعاملوا مع السياح ازاي، بيبقوا مبسوطين بيهم وفرحانين بيهم وعمالين يكلموهم ويضحكوا معاهم وتعالوا كلوا معانا ويعزموا عليهم، ده سلوك شخصي عادي جدا، وسلوك شخصي موجود في اماكن كتير في العالم، احنا بنقولش ان هو، وسلوك شخصي موجود في اماكن كتير في العالم، احنا بنقولش ان هو يعني منحصر على مصر والمغرب، لكن هو موجود في اماكن كتير. لكن في المغرب في ود كبير جدا لما تمشي في الشارع، وانا جربته وشفته، شفت المغاربه ماشيين بيسمعوا لهجتي وانا بتكلم، يقول لي انت منين؟ مصري؟ اقول لهم اه، تعالى والله لا تقعد معانا، والله لا تاكل معانا، ناس كرماء. وما انا خدت الفكره عنهم دي منين؟ فكره ان انا شايفهم ناس كرماء وناس محترمين دي منين؟ ما هو من اللي انا شفته في الشارع. فدي مش ميزه اللي انت بتتكلم فيها انها تخلي الجزائر احسن سياحيا من المغرب ومصر، انا كاتبهم طبعا عشان ما انساش حاجه.
قال انه بص بقى، دي كوميديا. قال ان هو اجر عربيه موديل 80 في الجزائر وبتستهلك بنزين رخيص جدا. يعني هي دي مش ميزه على فكره، لانه اصلا موديل 80 ده انعدم، يعني موديل 80 ده انعدم في مصر وفي المغرب. يعني في مصر والمغرب مش هتلاقي عربيه تاجرها موديل 80، مش هتلاقي كده. احنا في 2022 مش هتلاقي عربيه تاجرها في المغرب موديل الثمانينات يا راجل، ومبسوط بيها قوي ومعتبر ان دي سياحه. مش عارف ازاي دي هتركبها وتجيب ناس تزقك ولا ايه؟ يعني تجيب ناس تزقك؟ ما هي دي مش سياحه يا كابتن، دي مش ميزه اللي انت بتقولها، مش ميزه. طب ما انا اركب حمار احسن لما اركب عربيه موديل 80 وطلع اتباهى بيها واقول دي السياحه العالميه. ما شفتش كده في حياتي، ما فيش اصلا في مصر والمغرب عربيات للايجار موديل 80، ما شفتهاش دي. المهم قال كمان انه في الجزائر، في المدن اللي هو زارها في الجزائر، في عشوائيه، ما فيش تجهيزات. يعني هم يعني مش مجهزين المدن للسياحه، يعني هو يقصد كده، يعني مش منظفين لك الارض مخصوص، مش ملمعين لك الحيطان. يعني هو عايز يقول لك انه العشوائيه دي يعني ان هم يعني ايه على طبيعتهم. لا دي مش طبيعتهم. يعني طب ما انت تروح المغرب هتلاقي كل الناس على طبيعتها على فكره، والاماكن كلها محتفظه باصالتها وتراثها. بس ده مش معناه ان اسيب لك الدنيا مبهدله واقول لك اصل انا على طبيعتي. انك تيجي مصر مثلا تروح الاقصر هتحس بالاصاله والتاريخ، لكن مش معنى كده اسيب لك الدنيا مبهدله واقول لك اصل دي طبيعتي. لا، المكان مجهز سياحيا وفي نفس الوقت محافظ على تراثه. هي دي ده الصح، مش تروح مكان تقول لي ما فيهوش اي حاجه متقسمه في اي حته بس على طبيعته. يعني الحقيقه فعشان كده هو احسن من المغرب ومصر. ازاي طيب؟ ايه المنطق ده؟ منطق غريب جدا. فروح المغرب هتحس بالاصاله والعراقه والتراث والتاريخ، وانت ماشي كده وتشوف الحيطان والجدران والمباني في مدن كتير بس على طبيعتهم، بس برضه في نظافه، يعني مجهز لاستقبال السياح بس بشكل تراثي بشكل حضاري. انما انت عايز تروح يعني انا مثلا اجيبك هنا ادخلك منطقه شعبيه في مصر واقول لك قصدي على طبيعتها، واسيب لك كل حاجه مبهدله واقول لك على طبيعتها. هي ده السياح. طب ماشي اوكي، انت بتحب كده مفيش مشكله، مفيش مشكله، بس ما تقولش انه احسن من المغرب اللي مجهزه سياحيا وبلد سياحيه درجه اولى. ما ينفعش تقول كده. فتحس انه في مرض تجاه المغرب وتجاه مصر. يعني هو في مرض احسن من مصر واحسن من المغرب، ده مرض، ده حاله نفسيه. المهم انه قال بعد كده دي بقى القنبله الاخيره دي. يعني قال انه الناس هناك، دي اخر حاجه اقولها، انه الناس في الجزائر يعني بيعاملوا السياح هم ودودين جدا مع السياح. طب انت لما بتروح المغرب بيجروا وراك في الشارع بالطوب ولا ايه؟ او لما مثلا بتيجي مصر بيجروا وراك بالكلاب ولا ايه؟ طب بلاش مصر والمغرب، لما بتروح امريكا، انا لما رحت امريكا الناس كانت بتشاور لي في الشارع تعمل لي عادي، يعني بيشاوروا لي يسلموا عليا الصبح جود مورنينج ويسلموا عادي ويبتسموا عشان شايفين ان انا سائح، يعني عادي. تركيا نفس الكلام. ايه الميزه؟ يعني ايه الناس ودودين يا كابتن؟ يعني اي مكان انت هتروحه كسائح، او بلاش اي، 90% من الاماكن هتروحها كسائح هتبقى الناس ودوده معاك لانك سائح، الا مناطق نادره يعني. فهو المغرب، المغاربه مش ودودين مع السياح. اصل انا ليه بقارن؟ لانك انت قلت انه دي المميزات اللي بتميز الجزائر عن المغرب ومصر في السياحه. فمعلش، هو انت لما تروح المغرب، انا لما رحت المغرب الناس ودودين جدا، ما شفتش حد عدواني تجاهي مثلا، ما حدش جري ورايا بالطوب، ما حدش جري ورايا وشتمني مثلا، ما حصلتش خالص. فالناس ودودين جدا الحقيقه. يعني في مصر الناس ودودين جدا مع السياح الحقيقه، انا مش قادر افهم. في امريكا الناس ودودين جدا برضه، انا مش قادر افهم ايه الميزه في انه الناس ودوده، او ايه اللي يميز الجزائر عن المغرب ومصر واوروبا في السياحه بانه الناس ودوده. مش قادر افهم خالص. فلو انتوا فاهمين قولوا لي، لو انتوا شايفين ان دي مميزات اللي انا قلتها دي تميز الجزائر سياحيا وتخلي الجزائر احسن من مصر والمغرب واوروبا سياحيا، قولوا لي يمكن انا مجنون. بشكركم جدا جدا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.